سلام يا جماعة، غادة ملك معاكم. كنت عايزة أكلمكم في موضوع مهم، لأن جالي إيميل من منظمة اسمها Action for Canada. المنظمة دي بتعنى بحقوق الأسرة والحقوق الدستورية للمواطنين الكنديين، وفي الإيميل بيقولوا إنه في هجوم أو محاولة للتعدي على خصوصية معلومات المرضى في مقاطعة أونتاريو من قبل نقابة الأطباء. والقصة بدأت بأن في شكوى جت لطبيبة في أونتاريو. الشكوى واضح إن هي كيدية، لأن هي مش جاية من مريض ولكنها جاية من طرف ثالث ملوش دعوة بالأمر، بيدعي إن الطبيبة كانت إدت إعفاء من الماسك للطفلتين، وده في نوع من الإهمال وإن هي لازم تتراجع وراها. فالنقابة طلبت منها مش بس بيانات الطفلتين ولكن بيانات جميع مرضاها. الطبيبة حاولت تطلب إن هي تغطي بيانات المرضى، أسمائهم يعني والبيانات الشخصية، بحيث المعلومات ما يتمش ربطها بالشخصيات، ولكن النقابة رفضت وهددوها بسحب رخصتها لممارسة المهنة. فكان منها إن هي أبلغت بعض المرضى، فطلبوا من المحكمة إن هي قاضي يعني ينظر في الأمر ويقول للنقابة أن هذا الأمر مخالف للقانون، ولكن لم يحدث. والنقابة من طرفها حاولت تهدد المرضى وتفهمهم أن هم ما لهمش حق قانوني بالوقوف أمامها في محكمة، لأن الموضوع لا علاقة له بهم بعد ما بيعدي من الطبيب. المرضى رفعوا قضية، والقضية دي هيتم النظر فيها يوم 30 مارس في محكمة في مدينة تورونتو. وأنا بإذن الله ناوية أروح أحضر الجلسة وأشوف إيه اللي هيحصل عشان أطلعكم على الأمر. لكن في الوقت الحالي يا ريت كل واحد فينا يبعت إيميل لكل أعضاء برلمان أونتاريو، وكمان يضيف عليهم عضو البرلمان الخاص بيه في الفيدرال جوفرمنت، علشان نعرفهم ان احنا محتاجين ان هم يقفوا ضد النقابة لو المحكمة ما وقفتش، لان ده بيخلي النقابة تقريبا ما عليهاش اي رقابة، واحنا بقينا عرضة لان كل بياناتنا السرية والمفروض ان هي محمية قانونا تبقى مكشوفة على الملأ. وده جزء من الكلام اللي اتقال قبل كده، إنه في اتجاه لخلق هوية إلكترونية أو رقمية هيكون عليها كل بياناتنا، كل معلوماتنا الصحية، كل سلوكياتنا، بنصرف فين. مع بعد كده هيبقى طبعا داخل معاها المحفظة الرقمية أو العملة الرقمية، ولما كله يبقى داخل مع بعضه هنبقى مكشوفين على الآخر، ملناش أي خصوصية. وطبعا الخصوصية دي أهم شيء للحفاظ على الديمقراطية، لأنه حتى مش هيبقى فيه أي نوع من احتمال يكون فيه معارضة سياسية على الإطلاق. فإحنا دلوقتي بنبتدي خطوات إن إحنا نتجه نحو الفوضى، وبالتالي محتاجين ناخد وقفة، ويا ريت الكل يهتم بالموضوع ده. وأنا هحط لكم تحت الفيديو اللينكات أو المعلومات اللي تستخدموها علشان سواء الخطاب أو تلاقوا أعضاء البرلمان عشان تبعتوا لهم، وبإذن الله يبقى في أخبار كويسة نطمن بها الجميع. شكرا لكم.